المهرجان السنة دي استثنائي، بيقدم نخبة من كبار النجوم في الوطن العربي. القيصر كاظم الساهر كانت حفلته امبارح كسرت العالمين، والأصداء بتاعت الحفلة ما شاء الله مكسرة الدنيا. النهاردة على موعد مع سيدة الغناء العربي ماجدة الرومي، والكل في انتظار حدث كبير خلال الأيام الجاية بالحفلات الهضبة عمرو دياب والفرق الموسيقية زي كايروكي ومسار إجباري، وعندنا ويجز وعندنا حمزة نمرة. فالمهرجان متنوع ومتشعب، بيهم كل أفراد الأسرة من أول الأب والأم لحد الأطفال. طيب، تحدثت عن الحفلات الغنائية، كمان في عروض مسرحية، وعروض مسرحية أبطالها شباب، فده يعني مع توجه أو رؤية الدولة المصرية في دعم الشباب بشكل عام وتحديدا الفن. بالظبط، هو ده اللي بيستهدفه المهرجان من السنة اللي فاتت والسنة دي، إن الركيزة الأكبر الشباب، سواء العروض اللي بتتقدم من الشباب أو الجمهور المستهدف كمان أغلبه أو قطاع كبير منه من الشباب. يعني حفلة كاظم الساهر امبارح كانت كلها عائلات وشباب، حتى كمان الجدول البرامج الفنية هنلاقي شباب، ويجز، حمزة نمرة، تامر حسني، رامي جمال. فقاعدة الشباب هو اللي بيلعب عليها المهرجان. طيب، رؤية الدولة، والحقيقة إنه الشركة المتحدة برضو هذه كانت رؤيتها من اللحظة الأولى هي دعم الأسرة وتحديدا الطفل، وإنه يوجه ليه رسالة، خاصة إنه حصل فجوة الحقيقة نتيجة طبعا الظروف والأحداث اللي كانت قبل 2014، إنه ما كانش فيه اهتمام غير بالأحداث اللي بتتم على أرض الواقع. النهاردة الطفل بيرجع بمهرجان كبير من ضمن فعاليات مهرجان العالمين، مهرجان نبتة. عايزين نتحدث عن فعاليات هذا المهرجان اللي بيتوجه للطفل. بالظبط زي ما حضرتك قلتي كده، ان المهرجان او الشركه المتحده مش مجرد شركه بتنتج اعمال فنيه او بتقدم خدمات اعلاميه، لا، الشركه المتحده شركه عندها استراتيجيه، شركه عندها اهداف. هدفها الاول هو المواطن وتثقيف المواطن المصري، سواء الكبير او الصغير. مهرجان نبته هو من اهم الاهداف اللي بيلعب عليها المهرجان السنه دي، ودي كانت خطوه كويسه جدا. لقينا مهرجان للطفل، وده أول مرة نشوفه، إن يبقى في مهرجان للطفل ويرأسه الفنان الكبير الجميل أحمد أمين، ويشمل المهرجان فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأطفال. ده شيء مميز جدا. طب ايه تفاصيل بقى، يعني الاطفال هتعمل ايه؟ هل في ورش حكي؟ انا سامع ان في ورش حكي وفي ورش مفاجآت تصوير. كمان، ايه بقى؟ في مسابقات، في مبالغ مالية للفايزين كمان، في مسابقات لكتابة سيناريو الأطفال وأدب هاي الطفل، كمان في حرف تراثية للأطفال، بيعلموهم الرسم والنحت والتصميم. وده شيء كويس، إن أنت تزرع الفن في الطفل من صغره، هيطلع لك فنان كبير ومتأثر بالفن والثقافة. شايف انه مهرجان العالمين سلاح من اسلحه مواجهه الافكار التطرف والارهاب، انه ازاي هو بيدعم، لانه القوى الناعمه مهمه قوي في الاطار ده، بالظبط، فشايف ازاي انه برضه من اهداف المهرجان هذا الموضوع. احنا بلد القوى الناعمه، احنا اصل الفن والثقافه من اول التاريخ لحد دلوقتي، والمهرجان بيأكد ده وبيثبت المفاهيم دي. الشركة المتحدة قدرت في وقت قصير إنها تعمل مهرجان استثنائي يتكلم عنه الوطن العربي كله. مهرجان العالمين مش مجرد مهرجان بيقدم خدمات فنية، لا، مهرجان من أجل تثقيف وتوعية الناس وضد الأفكار الظلمية. قديما، أو مش من قديم أوي، كان عندنا حفل ليالي التلفزيون وأضواء المدينة، وكانت مصر هي قبلة الفنانين. في فترة من الفترات ما بقاش ده يحصل، حصل حرمنا فترة. عندنا هبوط، بدأ الأفكار الظلمية تطلع على السطح وتطفو، بدأ الناس تروح في سكة تانية. لا، الشركة المتحدة رجعتنا تاني للأصل اللي احنا كنا عليه، حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة، مين ما يقدرش، مسرح الروماني. بالظبط، وحفلات اسكندرية وحفلات في كل المحافظات.